حضرتك مالك بس قاعد لوحدك على طول من ساعة ما جيت وما بتتكلمش مع حد خالص؟ ما بتخرجش فسحة، ما بتاكلش. كلمنا والله، احنا ناس كويسين ومحترمين والله، اتكلم معانا يعني. ايه يا اكسلانس؟ خف سجاير شوية يا اخي. طب كل لقمة قاعد على طول كده ولا بتاكل وعمال تحرق في سجاير؟ صحتك يا اخي. دي سمو يا مومبي. بيتك ايه؟ شايفني؟ اشوفك ازاي بعد ما خدت النظارة اللي بشوف بيها؟ طب يلا حليت انت وهو، قوموا اقعدوا بعيد. عايز اتكلم لوحدي مع حضرة الظابط. انت مش فاكرني يا حضرة الظابط ولا ايه؟ لعله. طبعا هتفتكر مين ولا مين. بس أنا بقى فاكرك كويس قوي. عارف ليه؟ لأنك كنت سبب في إنك تعيكش في أول مرة في حياتي لما كنت بتخدم في الصعيد يا حضرة الظابط حسام الهلالي. اسمك ما نساوش أبدا إلا بالحق. أنت وصلت لرتبة إيه لما جابوك هنا؟ لما عرفوا إنك وسخ؟ هقطع لسانك. رحمة أبويا في تربته. هقطع لسانك. ماشي. 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 الأكل ده بتاعي. ومش هتاكله. من إمتى؟ ما انا بقالي شهور باكل منه وقت ما يجيلي مزاج. ايه الجديد؟ الجديد ان ماليش مزاج اسيبك تاكله. جعان ليا نفسي اكل. وصلت؟ ايه رايك بقى يا حضره الظابط ان انا هاكل الطبق ده؟ طب ايه رايك بقى يا لعله انك مش هتاكله كده برضه يا محمد؟ أهون عليك ما تسألش فيا المدة دي كلها. معلش يا أستاذ، الواحد كان ظروفه ملخبطة شوية غصب عنك. ظروف ملخبطة إزاي يعني؟ خير؟ أمك كويسة؟ لا أمي تمام الحمد لله، بس أنت عارف بقى ضغطها عالي والسكر بيلعبها من ساعة اللي حصل لك. واضح إن مفيش أمل. كتب عليا تعاقب على جريمة أنا أصلاً ما عملتهاش. ربنا كبير. على فكرة شاهين ده خلفت وجابت حسين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش تقول لي يا اخي هو في خبر يفرح او فرحني؟ ما انت عارف انا بتنشا على حاجه حلوه اسمعها هنا يا محمد. طمني، رجعت لسير جوزها ولا لا؟ لا لا، مصممه ما ترجعلوش وعايزه تربي الواد لوحدها. ما تعقلها يا ابني ورجعه لها. ربنا يهديها هي كمان. تعمل ايه انت وريام؟ انا وريام سيبنا بعض. سبتوا بعض؟ قال لها فسخوا الخطوبه. طبعا انا السبب. لا يا حسام انت مالكش ذنب. ماليش ذنب؟ لا انا ماليش غير ذنب. واضح اني بقيت وباء على كل اللي حواليا. محمد رحمة ابوك انت مصدق وعارف ان انا ما عملتش حاجه؟ ايه؟ واضح كده يا حسام ان احنا كلنا بندفع تمن غلطة محدش فينا غلط. على عين اللي حصل لك ده. مالك يا حسام؟ ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه؟ تقول اي حاجة تطمنا بيها عليك. عايزة تطمني عليها يا شاهين؟ ده مظلوم، مظلوم ومقهور. كل حاجة حلوة حلمت بيها اتبخرت فجأة. ماشي في نفق ضلمة ما فيهوش ولا سنة نور. معلش يا ابني اصبر اصبر، ده اختبار من الله. ويختبرني كده ليه يا ماما؟ يعاقبني كده ليه يا امي؟ اخد 3 سنين وبعدين النقض يترفض
ومرمي بقالي اكتر من 6 شهور زي الكلب في السجن، وانا اصلا بريء والله العلي العظيم بريء يا امي. يا حبيبي ده مش عقاب، ده اختبار من ربنا، اختبار منه علشان يشوف قوة ايمانك وصبرك على البلاء اللي اداهولك. ويا بتقليني ليه يا ماما؟ ليه؟ ده انا على ايدك، ده انا تربيت، ده انا ابن بطنك يا امي، طول عمري ماشي صح، عمري ما خالفت اوامر. ليه؟ قولش كده يا حسام، اكيد ربنا ليه حكمه في ده. ايه هي بقى؟ تعرفيها؟ تقدري تقوليها لي يا شهيده؟ ايه الحكمه ان مراتي واللي في بطنها يتذبحوا قدام عيني وما اعرفش اعمل حاجه؟ الحكمه بعد ما كان بيتضرب بيا المثل ادخل السجن بفضيحه بفضيحه. يا ابني حبيبي، اكبر دليل ان ربنا بيحبك انه ابتلاك سبحانه وتعالى، ابتلى الابنياء. انا مش نبي، انا مش نبي يا امي، انا عادي، انا انسان عادي، اقصى طموحي اني كنت اعيش عادي واموت عادي، ما تبهدلش البهدله دي. انا اسف، انا اسف ان انا لما اخليكم تفخروا بيا عريتكم وجرستكم في الدنيا كلها، اسف اني ما قدرتش ابقى ظهر وسند ليكم. انا اسف على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما تقولش اسف على اي حاجه يا حسين، اللي انت فيه ده شده وهتزول ان شاء الله. اه والله شده وهتزول، وربنا ان شاء الله هيثبت براءتك وهيرد لك كرامتك. خد يا ابني، خد المصحف ده اقرا فيه، والله هو اللي هيديك على كل حاجه. نعم بالله. ومحمد فين؟ ما جاش معاكوا ليه؟ محمد ما انت عارف شغله حسام، طول الوقت في مأمورياته مش فاضي. وبلغوه انه وحشني نفسي اشوفه، خليه يزورني، وانتوا ما تجوش هنا تاني خالص. ليه يا حبيبي تقول كده ليه؟ يا ماما المكان ده مش مقامكم، لو قصدوا حاجه تبلغوها لمحمد يجي يزورني يبلغها لي ويقضي الغرض. واسف مره تانية يا شاهين، ده اللي كنت السبب في طلاقك. مش انت السبب يا حسام، هو السبب، لانه مش عارف ياخد قرار لوحده وماشي ورا مامته طول الوقت. ما تشيلش هم يا حبيبي، ان شاء الله هيرجعوا لبعض، وخصوصا لما يعرف انها حامل. ولسه ما يعرفش انها حامل، خلاص على وش ولادي. قولها يا ابني. ما تشيلش هم يا حسام، خليك بس في الهموم اللي انت فيها. لو ما سمعتيش كلامي تبقي متزودي هم بهمك، وبعدين انك تقولي سهر انك حامل، انكم ترجعوا لبعض ان شاء الله يا حسام. ان شاء الله. يلا ماما خدي شاهين وامشوا من هنا. يلا اسمعي كلامي ما توجعيش قلبي، يلا قوم، يلا يلا ماما، يلا يا ماما. حبيبي يا حبيبي، خد امك يا شاهين، يلا امشي. خلي بالك من نفسك.